طلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي الألديهايد آن كيتون. الألديهايد بالكيتون هي عبارة عن أورجانيك كومباوند جنرال فورمولا فور ألديهايد HCHO، وممكن أنه هاي الهيدروجين تستبدل ب مجموعة الكيل R، فيكون الصيغة العامة هي عبارة عن RCHO، كما موضح بالصيغة الآتية، لكن لا يمكن أن تكون ال HR. مش وقت ما كانت الأجلاخ استبدلت ب R أخرى، مجموعة R راح يكون المركب اللي عندنا الناتج هو عبارة عن كيتون. Both aldehyde and ketone contain functional group اللي هي عبارة عن الكربونيل جروب، وأكيد فيما بعد كل الرياكشن والكيميكال بروبرتيز اللي يمتلكها تعتمد على خواص المجموعات الكربونيل اللي موجودة بها. طبعا الآر ممكن إن تكون أليفاتيك جروب، وممكن إنه تكون أروماتيك، يعني راح تكون فينال أو أريل. بالنسبة لوجود الكربونيل داخل في الألديهايدات والكيتونات، راح تكسب خواص للألديهايد والكيتون، هي خواص البولاريزيشن، الاستقطاب اللي موجود داخل الكربونيل، واللي تكون الشحنة الموجبة جزئيا البارشيال إلى الكربون والبارشيال نيجاتيف تشارج فور أكسجين أتوم. يوجد هناك اختلاف بطريقتين تو تايب بتوين الألديهايد and الكيتون. الألديهايد تكون very easy in oxidation، تتأكسد بطريقة أسهل مما في الكيتونات. دائما الشيء الثاني، الألديهايد تكون أكثر فعالية اتجاه النيكلوفيلك أديشن، وطبعا اللي مسؤول بالألديهايدات والكيتونات بالنيكلوفيلك أديشن هو مجموعة الكربونيل، لكن الألديهايدات دائما تكون more reactive in nucleophilic addition. نجي إلى التسمية للألديهايدات والكيتون. بالنسبة للألديهايد، ممكن أنه نسمي الألديهايد بطريقة تسمية الحامض الكربوكسيلي اللي أخذناها بالمحاضرات السابقة مع استبدال السفكس I C بكلمة ألديهايد، يعني بدل تسمية مثلا إيثانويك أسيد بدل I C راح يكون إيثان ألديهايد، بتبديل المقطع I C إلى ألديهايد، وهذه التسمية الشائعة. أما بالنسبة إلى التسمية النظامية، فنرجع إلى اسم الإلكان اللي مشتق من المركب الهيدروكربوني، ونحذف المقطع أو الحرف E ونستبدله بالمقطع AL، واللي راح نشوفه بالتسميات التالية، كما هو الحال بالنسبة إلى الأول فرد بالألديهايدات، لما يكون كل الجهتين عبارة عن ذرة هيدروجين هو أصغر فرد الفورمالديهايد. طبعا هي التسمية الشائعة الفورمالديهايد، إذا نريد التسمية النظامية مثل ما موجود هنا راح تصير ميثانال، فبما أنه ذرة كربون واحدة يتكون من هالألديهايد، فالفرد الهيدروكربوني أو الإلكان اللي يتكون من ذرة واحدة هو الميثان، حذفنا حرف الإي وضفنا الأي إل مقطع آل فصار ميثانال. الفرد الثاني اللي هو الأسلديهايد، اللي طبعا الأسلديهايد أيضا هي التسمية الشائعة لهذا المركب اللي يتكون من ذرتين كربون فقط. أما التسمية النظامية، بما أنه قلنا من ذرتين، إذا راح يكون مشتق من الإيثان، هو نحذف حرف الإي ويصير إيثانال. اللي بعده راح يكون من ثلاث ذرات كربون، اللي هو مشتق منين؟ من البروبان، فيصير بروبانال، وهكذا بالنسبة إلى البيوتانال. أما بالنسبة إلى التسمية النظامية في الألديهايدات المتفرعة،
شأنا شأن بقية المركبات اللي تحتوي على فاكشنال جروب، وشون الشروط مالتها بأنه نأخذ وننتخب أطول سلسلة تأخذ المجموعة الفعالة أصغر الأرقام، ومن ثم الرقم المركب نسمي الفرع إن وجد. إذا أكو برانش هنا مثل، فراح يكون 2 مثل السلسلة الأطول هي كلذر كاربون، فيكون بروبانون، فيصير 2 مثل بروبانال. أيضا من الألديهايدات هاي التسمية الشائعة اللي قلناها هنا، ذاكر اسم ال ذكر لك اسم الشائع إلى الفورمالديهايد والتسمية النظامية الميثانال والأسيتالديهايد الميثانال والبروبيونالديهايد البروبانال، وهكذا بالنسبة إلى البيوتالديهايد البيوتانال. من الألديهايدات الأروماتية هو البنزالديهايد. كل الألديهايدات الأروماتية الأخرى تشتق من عدة كون، قد تكون معوضات في الموقع 2 أو 3 أو 4، أو قد تقول الأورثو أو الميتا أو البارا. فالبنزالديهايد هو عبارة عن فينيل فورمالديهايد، وكأنه فورمالديهايد تعوض بدل الهيدروجين، هي عبارة عن حلقة فينيل، فتسميته تكون البنزل ديهايد. في بعض الكتب القديمة يقال له فينيل فورمال ديهايد. إذا وجدت في معوض فأكيد راح نذكر الموقع، أما نقول 4 ونقول بارا، والمجموعة المعوضة نايترو ولفظة بنزل ديهايد نفس الشيء. إذا كان مثل فراح نقول، بما أنه هاي المجموعة هي تلوين فيصير تلوال الديهايد. وهناك أسماء تجارية شائعة كما هو بالنسبة للصلصالديهايد اللي هو عبارة عن أورثو هيدروكسي أو 2 هيدروكسي للبنزالديهايد، وممكن إنه يكون الفينل كمعوض بالنسبة اللي يعتبر للألديهايد، كما هو الحال بالنسبة إلى هذا المركب اللي نسميه بطريقة اعتمادا على 13 كربون اللي هو الأسيتالديهايد، والفينول اعتبره معوض بدل ذرة هيدروجين بالأسيتالديهايد فيصير فينول أسيتالديهايد أو فينول إيثانال إذا على التسمية النظامية، وهكذا لكل بقية المركبات. وممكن إنه يسمى بطريقة الأرقام الأغريقية اللي هي ألفا وبيتا وغاما، بدل ما نذكر الموقع يعني يترقم بعد مجموعة الكربونيل الذرات ألفا بيتا جاما، وإذا كان يحتوي على معوض فنذكر الموقع الرقم اللي هو ألفا، ومن ثم اسم البرانش، ومن ثم المركب الكلي. هذا بالنسبة إلى تسمية الألديهايدات. أما بالنسبة إلى تسمية الكيتونات، فتم تسمية الكيتونات بحذف الحرف الأخير حرف الإي من اسم الإلكان المقابل للكيتون، واستبداله بالمقطع أون، مع ذكر الموقع اللي تكون بمجموعة الكربونيل، ومراعاة إنه يكون مجموعة الكربونيل تأخذ أصغر الأرقام. مثلا هذا المركب إذا نشوفه، بما إنه يحتوي على كربونيل مع R من الليفت سايد والرايت سايد، إذا هو إيش راح يكون؟ هو عبارة عن كيتون. لما نجي نسميه في بداية الأمر الرقمة، بحيث تأخذ هذه مجموعة الكربونيل أصغر الأرقام على القواعد والشروط اللي اعتمدنا عليها في تسمية كل الأورجانيك كومباوند فاميلي اللي أخذناها بالكورسات الماضية والمحاضرات الماضية. فراح يكون إذا رقمنا من هذا الجانب راح يكون 1 2 3، وإذا من الجانب الآخر 1 2 3 4. إذا نرقم من هذا الجانب لأنه تاخذ الرقم 3 بدل من الأربعة. راح نذكر رقم اللي رقم مجموعة الكربونيل، بما أنه يتكون من 6 ذرات كربون، فالإلكان اللي مشتق منه هذا الكيتون هو الهكسان، فراح يكون الكيتون المشتق منه هو عبارة عن هكسانون. أيضا إذا نجي بنفس الطريقة
لهذا الكيتون مع ملاحظة أنه توجد تو فاكشنال جروب هنا، الكربونيل إضافة إلى الكين، مجموعة الكينية دبل بوند، فراح تكون المجموعة الرئيسية بالتسمية ما بين الكربونيل ومجموعة والدبل بوند هي أكيد الأولوية للكربونيل، تأخذ أصغر الأرقام. وراح نذكر بالبداية الرقم الأسرة المزدوجة باعتبارها أنه هي اللي معوضة أو هي اللي فرع مو الأصل اللي نعتمد عليه بالتسمية، فيكون 4 هكسين 2 أون. ونذكر أيضا بعد لفظة هكسين موقع الكربونين الموجود وبعدها لفظة أون، فالأربعة راح تكون تابعة، بما أنه 4 هكسين معناها بموقع 4 راح يكون الآسر المزدوجة، عندنا هكسين معناها 6 ذرات كربون، واثنين أون راح يشير إلى موقع مجموعة الكربونين. وممكن أن يكون المركب يحتوي على أكثر من مجموعة كربونين مثل المركب اللي أمامنا، وبهالحالة راح نذكر أرقام مجاميع الكربونين واسم المركب شنو اللي كان المشتق منه مع لفظة دايون، دليل على أنه مجموعتين كيتونية تكون موجودة ب الطريقة النظامية للتسمية لبعض المركبات اللي تكون متناظرة أو غير متناظرة، أن بعض المركبات اللي لها تسمية شائعة وقد تكون تجارية تباع بها بشركات المواد الكيميائية، كما هو الحال بالنسبة للأسيتون اللي هو دايميثيل كيتون أو الأسيتوفينون اللي يحتوي على مجموعة أسيل، ومجموعة الطرف الثاني راح يكون مجموعة فنل، أو البنزوفينون اللي طرفي الكيتون راح تكون عبارة عن مجموعة فنل. أبسط فرق بالكيتونات الأليفاتية هو طبعا الأسيتون، وممكن أن نسمي العديد من الكيتونات كمشتق من الأسيتون. أما بالنسبة لي أبسط فرق في الكيتونات الأروماتية هو لما تكون معوض البنزوفينون، يعني على جانبي مثل ما شفنا قبل شوية الكربونيل تكون مجاميع فينول. فهذا الأسيتون اللي هو عبارة عن بروبانون الاسم النظامي إله، والمثل أثيل كيتون، هاي الطريقة اللي ممكن شلون نقول مثل أثيل إيثر، نسمي المجاميع الألكيلية اللي تكون على جانبي مجموعة الكربونيل، فنقول مثل أثيل كيتون أو مثل نورمال بروبايل كيتون اللي هو 2-بنتانون. التسمية طبعا هاي نظامية، والأعلى هي التسمية كاعتماد على ذكر مجاميع الألكيل على الجانبين. وأيضا هاي كل هالأمثلة البقية نزودك بهاي المعلومة. نجي للفيزيكال بروبرتيز اوف الديهايد اند كيتون. طبعا بالنسبة للألديهايدات اللي تكون مع أعداد أو مع عدد ذرات كربون لها قليلة دائما تكون soluble in water، في حين اللي أعدادها عالية تقل قابليتها على الذوبانية في الماء. وكل ما زادت عدد ذرات الكربون في الألديهايد نلاحظ إنه يكون تزداد مع المالتي بوند او البويلنت بوند بالتدريج. نشوف الفورمال ديهايد اللي هو ذرة كربون واحدة شلون المالتي بوند مالته، ومن ثم كل ما تزداد ذرات الكربون راح نلاحظ اكو زيادة بالمالتي بوند والبويلنت بوند للمركبات، وهذا ينطبق على الأليفاتية وأيضا على المركبات الأروماتية إذا بدنا نشوفها هنا إذا تنتبه لها. أما بالنسبة إلى تحضير الألديهايدات فيتم تحضيرها بالعديد من الطرق. الطريقة الأولى هي عبارة عن أكسدة الكحولات الأولية،
ممكن أكسدة الكحول الأولي عن طريق عوامل مؤكسدة، قد تكون البرمنجانات أو الدايكرومات، ويتحول إلى الألديهايد كما في الأمثلة الآتية، ويكون الألديهايد الناتج بنفس عدد ذرات الكحول عدد ذرات الكربون للكحول المستخدم. الطريقة الثانية هي الكاتاليست هيدروجينيشن اوف الكحول، وهنا انت ماخذين يعني اكثر شيء الديهايدريشن اوف الكحول ينطينا، بما ان الديهايدريشن يعني اغلب الاحيان مثلا اخذنا في عوامل مساعدة معينة انه يتحول الى الكحول الالكين، العفو المقابل هنا باستخدام النحاس وب 300 درجة مئوية راح ينطينا الكحول الالديهايد المقابل له. الطريقة الأخرى لتحضير الالديهايدات، وهنا يكون الالديهايدات الأروماتية، هو طريقة ريمارتيمان لتحضير الالديهايد، وتم باستخدام الفينول اللي هو عبارة عن الكحول الأروماتي مع الكلوروفورم في الوسط القاعدي، فيتعوض عندنا مجموعة الألديهايد في الموقع الأورثو. أما إذا كان موقع الأورثو مشغول بـ substitution some group، فراح يكون التعويض بدل الأورثو يتجه نحو البارا، كما هو الحال بالنسبة للتفاعل الآتي. أما بالنسبة إلى ميكانيكية التفاعل، فتتضمن العديد من الخطوات. الخطوة الأولى اللي تضمنها هو تتكون الكربانيون اللي بالوسط القاعدي، بعد ما يأثر على الكلوروفورم ويسحب هذا البروتون يعطينا الكربانيون اللي بعدها خطوة سريعة يتحول إلى الكاربين، ولا بد من الإشارة إلى أنه الكاربين هو عبارة عن ذرة كربون ناقصة الكترونيا. شلون ناقصة الكترونيا؟ هسه تكون ذرة الكربون تعرف انها تحتوي على 8 الكترونات، على 6 الكترونات العفو، تحسب الاوربيتالات راح يكون يحتوي على اوربيتال فارغ واوربيتال لاخ يحتوي على هذا المزدوج الالكتروني. اذا هاي ذرة الكربون تكون عندها نقص بالالكترونات، ولذلك احنا نشوف الخطوة الثانية من الميكانيزم بعد ما الهيدروكسيل القاعدة الهيدروكسيد راح ينطيني الفينوكسيد بعد ما يسحب البروتون من الفينول، فهذا ايون الفينوكسيد بنفس الخطوة راح يتحول من صيغة الفينوكسيد إلى صيغة الكيتو. هنا تنزل الآسرة، وهذه الآسرة الموجودة هنا راح تنكسر وتهاجم لي هاي ذرة الكربون اللي عندها نقص بالالكترونات وترتبط بها، فتنطيني هذا المركب. بالخطوة اللي بعدها هذا الهيدروجين الذرة هنا هاي الشحنة السالبة راح تستخلص للهيدروجين تسحبه إلها مثل ما تشوفون، تصير انتقال للهيدروجين من هذه الموقع إلى موقع الكربون الحاملة لذرات الكلور، وبنفس الوقت الآسرة مالته راح تنزل لأنه يطلع هنا على شكل بروتون ويرتبط فيها، وبعد ما يصير تحلل قاعدي إلى راح أحتاج ذرات هاي راح تكون إحدى ذرات الكلور تطلع محل محلها الهيدروكسيل اللي بعدها ينطي البروتون إلى الشحنة السالبة اللي يحملها الفينوكسايد حتى يتحول إلى مجموعة الـ OH الفينولية، في حين الأصهر اللي فقط تنزل هنايا ويغادر الكلور من المركب وتنزل الأصهر فتنطيني مجموعة الكربونيل.